أسعد الله مساكم كل خير مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في أمسية متجددة من معاكم من برنامج حديث المساء. نأخذكم أكيد في جولة مميزة في المنطقة الشرقية وإمارة الشارقة، نعرفكم على كل ما هو جديد ومفيد، فخلكم ويانا وننتقل الآن إلى العناوين. قائد المستقبل برنامج صيفي يطوف مدن المنطقة الشرقية. وادي الحلو منطقة ذات طبيعة خلابة بين أحضان الجبال. قلعة الغيل إحدى المعالم التاريخية في مدينة كلباء. طبعا مشاهدينا إضافة إلى كثير من الفقرات الحاضرة معنا في برنامج حديث المساء، إضافة إلى أيضا ضيوفنا المميزين اللي راح يضيفون هذه الحلقة أيضا من معلوماتهم ويثرونها كذلك بمواضيعهم المميزة. مشاهدينا الكرام، لا تزال فعاليات برنامج قائد المستقبل الذي تنظمه هيئة الشرقة للكتاب في المنطقة الشرقية مستمرة، والهدف لاستغلال أوقات الإجازة الصيفية للأطفال في المنطقة الشرقية بتنمية مهاراتهم ومواهبهم. ولمستجدات أكثر عن هذا البرنامج تنضم إلينا عبر مداخلة هاتفية الأستاذة موزة حنظل، تنفيذي رئيس الفعاليات في مكتب هيئة الشرق الكتاب في المنطقة الشرقية. حياك الله ويانا أستاذة موزة ومساك الله بالخير. الله يعطيكم العافية ومشكورين على هذا اللقاء وبالتوفيق يا رب العالمين. الله يسلمك، وأنتم كذلك مشكورين على ما تقدمون من هذا الجهد في هذه الفترة لاستغلال أوقات أيضا الجميع. شكرا لكم. بداية أستاذة موزة، يعني فكرة أو نبذة عن هذا المهرجان. طبعا هذا المهرجان استمد طبعا العنوان من اللي هي اتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المستقبل، فاخترنا ركزنا على اللي هو قائد المستقبل، كيف يصبح هذا الطفل قائدا في المستقبل من خلال خلق فضاء ترفيهيا ومعرفيا لترسيخ رسالة الهيئة في نشر المعرفة وتعزيز مهارات الطفل الفكرية والتركيز على تنمية ثقافته. جميل، طيب ما هي الفعاليات والبرامج اللي يتضمنها المهرجان؟ طبعا أستاذ حمد ركز في هذا البرنامج على تطوير شخصية الطفل من خلال مهارات التخطيط، التنفيذ، الانضباط، التعرف على مهارات حل المشاكل، اتخاذ القرارات المناسبة في بعض المشاكل قد يمر فيها الطفل. اكتشفنا طبعا في بعض المدن العديد من الأطفال يعانون بعض المشاكل التي يستطيع الآباء حلها بأسهل الطرق، فحاول الأستاذ حمد أن حلها بطريقة ودية مع الطفل، فحتى جاتنا اتصالات كثيرة من أولياء الأمور أن كيف يعني عيالنا أول ما يجوا البيت يسألون أسئلة إحنا وايد مستانسين عليها، يبون أجوبة علمية ثقافية، فوايد كانوا وايد مستانسين من هذا البرنامج. هذا كان الهدف الأساسي من البرنامج. ما شاء الله، كما نرى يعني هناك عدد كبير من المنتسبين وتفاعل كبير من المنتسبين، فكيف التمستم هذا التفاعل وكيف التمستم نتائج هذا المهرجان؟ الحمد لله، طبعا التسجيل كان فاقد 80 طفل، لكن حاولنا ان احنا تحت الامور الاحترازيه انت تعرف ان نقلل العدد، فكان في مدينه وادي الحلو تقريبا 36، في مدينه جبل حصن 36، في خورفكان 67، في الحين احنا حاليا في مدينه كلباء ما شاء الله تقريبا 55 طفل منضمين لهذه الدوره يعني. ما شاء الله، طيب ما هي الاسس التي اتبعت في هذا المهرجان لتفاعل المشاركين؟ طبعا اول يعني صفه هي غرس الثقه بالنفس، كيف الطفل يثق بنفسه من خلال الالقاء، من خلال الاعتماد على نفسه في كثير من الامور، الاعتماد على الذات، في صقل شخصيته، كيف الطفل يثقل شخصيته من خلال العادات والتقاليد الموجوده سواء كان داخل الاسره او في خارج الاسره، كان هذه الاسس اللي نحن انبعثنا منها. نعم، طيب اليوم نرى وجود مثل هذه المهرجانات أستاذ موزة، إلى أي مدى هي مهمة للمنتسبين وخاصة فئة الأطفال؟ يعني الحمد لله صراحة كان لها دور كبير في اكتساب خبرات ومهارات جديدة للأطفال في لم مثل ما يقولوا لم الجماعة، يعني كان شغلهم يكون شغل جماعي من خلال التدريبات اللي كان يعطيه لهم الأستاذ، خلق روح الجماعة فيما بينهم، المساعدة فيما بينهم، هذه كل الأشياء كانت أهداف مرجوة من الهيئة.
جميل. اليوم بوجود هذه المهرجانات أستاذ موزة، ووجود كذلك الأطفال بانتسابهم إلى هذه المهرجانات، كما ذكرتي ما شاء الله عدد كبير من المنتسبين، فكيف ترون اليوم يعني ثقة أولياء الأمور بوجود هذه المهرجانات وانساب أبنائهم إلى هذه المهرجانات؟ والله أنا أشوف ما شاء الله سعي أولياء الأمور التركيز على تنشئة أبنائهم نشأة تعتمد على الاعتماد على النفس، على الثقة بالنفس. هذا بروحه يعني أنا أشكرهم على هالشيء، وأشكرهم على اهتمامهم أن إحضار ولي الأمر طفل لين مكان الفعالية ويتريى ويتصل ويسأل. هذا كله بس دليل على حرص أولياء الأمور على أبنائهم وتطويرهم. طبعا فعلا كما نرى أيضا يعني وجود الإجراءات الاحترازية في هذا المهرجان، أيضا تم الأخذ بالإجراءات الاحترازية أستاذ موزن، تحدث قليلا عن هذا الجانب. طلبنا طبعا منهم فحص لا يتجاوز 24 ساعة في بداية البرنامج. إذا تعرضنا لأي حالة مثلا من حالات الأطفال، مثلا إذا كان مصاب بصداع نعزله على طول، نتصل في ولي أمر مثلا ياخذه عقب يطمننا عليه. كان في احترازية حتى في الأكل، إن تعاملنا مع أحد الأندية، نادي أندية سيدات الشارقة فرع كلبة، بعمل كل الاحترازات حتى في تقديم الوجبة حق الطفل. فاتخذنا كافة الإجراءات الخاصة، وخاصة نحن في مكتبة عامة يعني وجود العديد من الجمهور والمتواجدين على المكتبة، فحاولنا دائما أن هذيل الأطفال نلمهم بطريقة احترازية صحية. فعلا أستاذ موزة، عدد كبير من الأطفال كما ذكرنا، فوق 55 طفل في مدينة كلباء فقط. نعم. هذا عدد يعني ما شاء الله كبير، فاليوم كيف تقيسون مستوى المنتسبين وتقيسون مستوى يعني استفادتهم من هذا البرنامج؟ إن شاء الله بإذن الله بيكونوا كل الموجودين قائدين في المستقبل بإذن الله. يعني من خلال أنا ما بقول لك إن 4 أيام ما تكفي إن الشخص يكون قائد في المستقبل بسرعة يعني، لكن هي البداية، نقطة البداية، نقطة التعلم هي مفتاح الوصول إن شاء الله لين قائد المستقبل بإذن الله. بإذن الله. ما هي الفئات المستهدفة أو الفئات العمر المستهدفة من هذا البرنامج؟ طبعا احنا استهدفنا البنات لين سن ال 14 سنه والاولاد لين سن ال 12 سنه، من سبع سنوات للفئتين طبعا. والبرنامج باللغه العربيه وفي بعد باللغه الانجليزيه البرنامج، ومن خلال التدريبات المتنوعه في مترجم، كان في حد يترجم لهم بمساعده المدرب وابنائه طبعا كانوا بعد مشاركين في الدوره. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا وجود هذه المهرجانات أستاذة موزة، وتنوعها كذلك في يعني المنطقة الشرقية وما تحتويه من فعاليات، هي تعتبر كنز بالنسبة للمنتسبين، خاصة ما تقدمهم معلومات وإثراء معرفي للمنتسبين. أستاذة موزة، نتحدث قليلا عن البرامج داخل هذا البرنامج أو داخل هذه الفعالية، ما هي البرامج اللي تم إدراجها في هذه الفعالية؟ طبعا هي برامج متنوعة، اتخذنا خلينا الترفيهي كتعليمي كثقافي، ما اتخذنا الترفيه شيء أساسي قد ما يكون شيء تعليمي. ركزنا على الذات، على الثقة، كيف يكون الطفل واثق من نفسه، كيف يتكلم هو واثق من خلال التدريبات ومن خلال التعريف عن شخصية الطفل في بداية البرنامج، أن الطفل يقف يعرف عن نفسه، يعرف شو أنا بستوي في المستقبل، شو المشاكل اللي أنا قد أمر فيها. يمكن تشوف ما شاء الله في أطفال يعني كنت مشاكلهم كان باللغة الإنجليزية، عجبني هذه الفقرة، عجبتني في بعض الأطفال كانوا بالرسم يرسموا مثلا الكتابة شوية مش عندهم يعني يعني الكتابة الممتازة، صحيح، لكن كانوا يرسمون الأشياء. يعني الحمد لله أن في المنطقة الشرقية مش عندهم هذه المشاكل الكبيرة، مشاكلهم بسيطة جدا اللي هي وجود الملل كان أكثر شيء شفته أنا، اللي هو الملل. ليش الطفل يمل؟ لازم علم الأستاذ كيف يخلق له جو بدون ما أنا أقول كلمة الملل. لازم أخلق لي جو أتعامل فيه مع إخواني في البيت، خواتي في البيت، في يعني بعض الأطفال ذكروا إزعاج الإخوان، لازم أتعامل أعلمهم كيف يتعاملوا حتى مع إزعاج الإخوان، كيف إذا كان أخوي مزعج الصغير أو الكبير كيف أتعامل. كان هاي كل الأسس اللي إحنا ركزنا عليها ما شاء الله. أيضا حتى بوجود المشرفين المختصين نرى أيضا أنهم يتابعون الطلبة ويتابعون أيضا متطوعين طبعا. صراحة أوجه لهم أكبر تحية، متطوعين من المنطقة الشرقية ومن مسافي، المسؤول أستاذ حمد وأحمد والأستاذة نعيمة حمدان، بعد يبنى تقريبا 23 متطوع. في بعض الأطفال يعني ما يعرفوا الكتب والكتابة الممتازة، لكن نحن ما حرمناهم من هذا البرنامج، بالعكس
كان في شخص يساعدهم في الكتابة، يساعدهم حتى في أي تدريب من التدريبات اللي موجودة. فخلقنا جو من المتطوعين، من الموظفين، من المشرفين، من المكتبات، من أولياء الأمور اللي حاب أنه يكون عضو ويانا، من أيضا من متطوعين المؤسسات الحكومية كانوا بعد معانا في البرنامج. ما شاء الله، هذه الشراكة المجتمعية التي نتحدث عنها أستاذة موزة دائما بوجود الجهات وجهودكم أيضا الواضحة في إبراز مثل هذه الفعاليات وإشراك كذلك يعني الجهات الموجودة في إمارة الشرقة والمنطقة الشرقية. أستاذة موزة، ما هي رسالتكم المرجوة من مثل هذه المهرجانات؟ طبعا إن شاء الله بإذن الله إحنا نقول إن هذه البداية في المهرجان، لأن نحن انقطعنا عن البرامج لمدة سنتين، لكن الحين بإذن الله أن هيئة الشارقة للكتاب وبالأخص مكتب هيئة الشارقة للكتاب بقيادة أستاذ فاضل بصين بإذن الله إن شاء الله يعد جميع الجمهور بالبرامج الثقافية والفعاليات التي تفيد المجتمع وتفيد الأفراد في نفس الوقت بإذن الله. بإذن الله. أستاذ موزة حنظل، شكرا لك على هذه المداخلة ويعطيكم العافية على هذا الدور الكبير والجهد الكبير اللي تقدمونه يعني خدمة المجتمع، يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية. شكرا شكرا لكم. شكرا.